في زمان غير هذا الزمان ومكان بعيداً عن هذا المكان، وبالتحديد في أرض الموصل بالعراق، كانت هناك بلدة تسمى نينوى. انحرف أهلها عن منهج الله وعن طريقه المستقيم، صاروا يعكفون على عبادة الأصنام، فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام ليدعوهم إلى الإيمان وترك عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. فماذا حدث لقوم يونس؟ ولماذا ابتلعه الحوت؟ وما سر الأصوات الغريبة التي سمعها يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت؟ فمرحبا بكم، سنعرض عليكم اليوم قصة يونس في بطن الحوت. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا لنبدأ. في أرض العراق وفي مدينة الموصل، كانت هناك بلدة تسمى نينوى. انحرف أهلها عن منهج الله عز وجل، وعبدوا الأصنام، وجعلوها نداً لله تبارك وتعالى. فأراد الله أن يدعوهم إليه، ويبين لهم ما هم عليه من الخطأ، حتى إذا لم يستجيبوا يعذبهم عذاباً شديداً. فأرسل إليهم يونس بن متي عليه السلام ليدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة الأصنام، لكن قومه كذبوه واستمروا على عنادهم، ولم يؤمن منهم أحد، بل إنهم كذبوه وتمردوا عليه وسخروا منه أشد السخرية والاستهزاء. وقد قيل إن دعوة يونس عليه السلام لقومه استمرت 33 سنة، إلا أنه لم يؤمن معه سوى رجلين، ولذلك شعر يونس عليه السلام باليأس والضيق من قومه، واشتكى يونس إلى الله، فأوحى الله إليه: يا يونس، أخبر قومك إني معذبهم عذابا شديدا لكفرهم. فامتثل يونس لأمر الله ووعد قومه بالعذاب من قبل ربهم بعد 3 أيام. وبعد ذلك خرج يونس عليه السلام من نينوى، وظن أن الله تعالى لن يؤاخذه بهذا الخروج، لأنه قدم كل ما عليه في سبيل دعوة قومه ولم يستجب أحد، وأن الله منزل بهم العذاب لا ريب. وحين خرج بدأ يحل على قومه بوادر العذاب الذي توعدهم فيه، فهلت السحب السوداء وغشاهم دخانها واسودت سطوحهم، فأيقن القوم أن عذاب الله تعالى آت لا مفر منه، فخافوا ووجلوا وبحثوا عن يونس عليه السلام ليهديهم طريق التوبة والإنابة، فلم يجدوه. فأتوا رجلا شيخا ممن آمنوا مع يونس فسألوه عما يجب فعله، فأرشدهم إلى طريق التوبة إلى الله تعالى. فجمعوا كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وحيواناتهم جميعا، ثم جعلوا على رؤوسهم الرماد ولبسوا المسموح من اللباس تواضعا لله سبحانه وتعالى، ثم أقبلوا عليه في هذا الحال في مشهد عظيم، ضارعين له أن يصرف عنهم العذاب ويتوب عليهم. فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب، ولم يشهد يونس عليه السلام هذا المشهد العظيم. قال الله تعالى: أما يونس عليه السلام فقد خرج وذهب لشاطئ البحر، فمرت سفينة، فطلب يونس من أصحابها أن يحملوه معهما، فعرف أصحاب السفينة يونس فقالوا: عبد الله الصالح، فحملوه بدون أجر. وكانت السفينة محملة بالناس والبضائع، ولكن وأثناء الرحلة هجت الرياح والأمواج ومالت السفينة، فألقى الركاب بعضاً من بضائعهم وأغرادهم لتخف الحمولة، فلم تهدأ السفينة بل ظلت على ما هي عليه مضطربة ويرتفع من حولها الموج. وكان هذا علامة عند أصحابها بأن من بين الركاب راكباً مغضوباً عليه لأنه ارتكب خطيئة، وأنه لابد أن يلقى في الماء لتنجو السفينة من الغرق، فاقترحوا على من يلقونه من السفينة.
فخرج سهم يونس وكان معروفا عندهم بالصلاح والتقوى، فأعادوا القرعة فخرج يونس ثانية، فأعادوها ثالثة فخرج يونس أيضا. ورغم أن يونس لا يفهم ما يحدث، لكنه عرف أن الله يريد هذا به، فقال للقوم ارموني في البحر. وتقدم يونس عليه السلام إلى البحر الهائج ليلقي نفسه إلى عالمه المجهول، فسقط في وسط البحر وتعالت الأمواج، وكان هناك حوت كبير في انتظاره، أرسله الله خصيصا وأوحى الله إلى الحوت أن يبتلع يونس دون أن يخدش له لحمة أو يكسر له عظمة، وابتلعته الحوت ومر من بين فكيه، فأصبح الهلاك وشيكا. ففي بطن الحوت لا يوجد نور ولا ماء ولا طعام، وأصبح في كربة وظلمة. وكان هذا ابتلاء من الله واختبارا ليونس وعقابا على خروجه بدون إذن من الله. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المبين. وقد اختلف العلماء في قدر ما لبث يونس في بطن الحوت، فقيل أنه التقمه ضحى ولفظه عشية، وقال قتادة مكث فيه ثلاثا، وقيل سبعة أيام، وقيل مكث في جوفه 40 يوما، والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. ولما ابتلع الحوت يونس ظن أنه قد مات، فإذا به يتحرك داخل بطن الحوت، فلما علم أنه لا زال حياً وما إن استوعب ما حدث له حتى سجد لله عز وجل في بطن الحوت، وقال: ربي سجدت لك في مكان لم يسجد أحد من البشر في هذا المكان من قبل. ثم بدأ يتأمل وهو في بطن الحوت الضيق المظلم، فسمع أصواتاً غريبة، فأخذ يقول: ما هذا الصوت يا رب؟ ما هذا الصوت وأنا في قاع البحر أسمع صوتاً غريباً، صوتا عجيبا؟ فأوحى الله إليه: يا يونس، هذا صوت تسبيح الأسماك بحمدي وبعظمتي. في تلك اللحظة استرجع يونس عليه السلام ما فعله وكيف خرج من قريته دون إذن من الله، فعلم أن ما هو فيه إنما هو عقاب. فقال يونس: لا إله إلا أنت. تذكر أعظم كلمة: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ظل يونس على هذه الحالة صائحا صارخا يبكي ويستغفر الله، ليس خوفا من الموت ولكن خوفا من الله واعترافا بالذنب. زلزل صوت يونس بصدق توبته السماوات والأرض. كان يونس كثير التسبيح، قال: لا إله إلا أنت في ظلمات ثلاث، في ظلمة حوت وبحر وليل مظلم بهيم. قال تعالى: كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا بتلك الكلمات تصعد وتخترق السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، حتى وصلت إلى الملائكة عند ربها. فسمعت الملائكة تلك الأصوات، صوت عبد معروف يقول لا إله إلا أنت في مكان مجهول. فقالت الملائكة: يا رب، يا رب، صوت نألفه لكن المكان لا نألفه، يخرج من مكان غريب. فقال الله عز وجل للملائكة: ألا تعرفون صوت من هذا؟ قالت الملائكة: لا يا رب، لا ندري. قال: إنه صوت عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عملا متقبلا ودعوة مجابة؟ فبكت الملائكة لبكاء سيدنا يونس، فقالت: يا ربنا، تنزهت وتعاليت، هذا عبدك يونس نادما مستغفرا، ألا تنجيه يا ربنا بعفوك؟ فقال لهم الله: نعم، لقد عفوت عن عبدي وسأنجيه.
كوت لا ينطق إلا بالاستغفار ولم تتوقف عينه عن البكاء. أمر الله الحوت بأن يقذف يونس على شاطئه، فخرج من بطنه سقيما عاريا، فأنبت الله عليه شجرة القرع. قال تعالى: وفي هذا قال العلماء: اختيار شجرة القرع كان لحكمة، أن أوراقها عريضة ستقيه من حرارة الشمس، وهذه الشجرة لا يقربها الذباب فستحميه من الذباب، كذلك فثمارها تؤكل من لحظة نباتها نيئة، وحتى بذرها وقشرها يؤكل. لما استرد يونس عافيته أخبره الله أنه تاب عليه، وأمره الله أن يرجع إلى قومه ليخبرهم أن الله قد تاب عليهم، وكان قومه قد تابوا كما قلنا سابقا، وخرجوا بدوابهم وأهليهم ليبحثوا عن يونس ليستغفروا لهم بعد أن لاحت لهم بشائر العذاب. امتثل يونس لأمر الله ورجع إلى قومه مبشرا لهم بمغفرة من الله ورضوانا، وكان عددهم 100,000 أو يزيد، فآمنوا كلهم. قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وظل تسبيح يونس والدعاء الذي دعا به في بطن الحوت حتى يومنا هذا يكون لمن دعا به سببا في كشف الكربات. أسألكم الدعاء بالخير. وفي النهاية اترك في التعليق اسم الموضوع الذي تريده معنا في الحلقة القادمة، وسنقوم بتنزيل جزء عنه إن شاء الله. ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة، وهذا الفيديو خصوصا الذي يحكي عن قصة النمرود، أول من سجد لإبليس. شكرا على